الفرق بين قصصنا وقصص الأفلام والمسلسلات إن قصصنا قصص حقيقية أبطالها بيكتبوها كل يوم، وده أحلى ما فيها. وأول شرط عشان تكمل القصة إنكوا تبعتولنا، ما هو من غيركم مفيش قصة. ومع بعض هنتكلم ونحكي ونشكي ونفضفض ونحاول نحل، وهنسمع كل الحكايات والمشاكل وهنحاول نحلها مع بعض مهما كانت، في قصة حقيقية. قصة حقيقية مع سالي عبد السلام، الثلاثاء 7 مساء على قناة مصر الأولى.